الحر، البرد، الصيام لم يمنعه من متعة فك العبوات، باحثا عن حياة طفل على حساب حياته. 10 مراسلين قالوا كلمتهم. أنتم أيضا سارعوا وشاركونا حملتنا من خلال مشاركة فيديوهاتكم مع استخدام هاشتاج غير باقية ولن تتمدد، وإضافة حساب تلفزيون الآن @الآن TV. سيربح الفائز جائزة مالية قيمتها 5000 درهم إماراتي. تلفزيون الآن، معاً ضد التطرف.